السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الشرح في مدونة الخبراء، حيث سنقوم بشرح كيفية تفعيل لوحة المفاتيح. أغلب الناس يجدون مشكلة مع الأرقام المكتوبة باللغة العربية مثلا، كما تلاحظون فالأرقام هنا مكتوبة باللغة العربية، ولتغيير هذه الأرقام إلى أرقام عادية باللغة الفرنسية والإنجليزية نذهب إلى أوتي، ثم إلى بارامتر، نبحث عن language أو long ECZ، نضغط ثم نذهب إلى كلافي أكتيل أو كيبورد هنا، ثم نختار التوش بال. إذا لم توجد عندكم هذا التوش بال فيجب فقط الذهاب إلى جوجل بلاي ثم تقوم بتنصيبها. ثم نقوم بإعادة التجربة الآن، كما تلاحظون هنا أصبحت الأرقام أرقام باللغة الفرنسية العادية، كما أنني أنا قمت بوضع أرقام في خط لوحدها، قمت بتفرقة الحروف عن الأرقام. كيف نقوم بذلك؟ نذهب إلى هنا، نذهب إلى بارامتر، ونذهب إلى هنا، عفوا نرجع، نذهب إلى بارامتر، ونقوم بوضع علامة هنا على لين نيميغوتي أو خط للأرقام خاص بالأرقام، نقوم هنا بوضع علامة، وبالتالي ستجد أن هناك خط خاص بالأرقام. شكرا على المتابعة، لا تنسوا اشتراك بصفحتنا على الفيسبوك، وكذلك القيام بمشاركة هذه الصفحة. شكرا.